لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت أخبار كثيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنانة بهية راشدي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وبدأت التساؤلات من قبل رواد السوشيال ميديا تتساءل حول مدى صحة هذه الشائعات. وخرجت الفنانة بهية بنفسها عبر ستوري انستغرام، وذلك من اجل الرد على شائعة وفاتها، وقالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احبائي، انا سمعت ان مت امبارح، جيت اطمنكم عليا، انا بخير الحمد لله. على العموم بالنسبة للشخصيات اللي بيقولوا كده، انا موتوني 4 مرات من 4 سنين، واحيانا قالوا ان ولادي ماتوا، اللهم احفظنا طبعا، بس انا ما عنديش ولاد الحقيقة، كل ده شائعات، انا ما بخلفش. واكملت بهية راشدي حديثها قائلة: مش هقول الناس دي نواياها ايه، لما تطلع اشاعة زي كده يبقى عندك غرض، ولا انت بلا شخصية واللي بتسمعه بتحطه على النت على طول؟ طب انت عارف ان ده ممكن يكون تأثيره سيء على الاهل. وختمت الفنانة الجزائرية القديرة بهية راشدي ردها على شائعة وفاتها قائلة: ما علينا، اول حاجة الشخص اللي يعمل كده ده كاذب، فهو عايز لايكات، واحنا المفروض ننبه الاخرين انه كذاب. وباكد اني في الحاجات الضرورية جدا والحساسة لازم اطلع واكد او انفي الحاجة اللي زي كده، وتأكدوا يا جماعة ان انا لو مت هكون اول واحد يطلع ويقول. ربنا يديك الصحة يا فنانة، وان شاء الله خير وازمة وهتعدي. وردت الشاشة الجزائرية، وردت التلفزيون، ربي يخليك لينا. صحة فطوركم قريب ان شاء الله، فطور صحة زيانكم وصحة بنتي، شكرا على هذا. كل عام وانت بخير. كل سنة وانت بألف خير. نعم، شوف ابني، انا ما نقبلش اي عمل اولا، خاصه فيما يخص الاشهاري. الومضه الاشهاريه هذه لما عرضوها عليا حسيت نفسي بالدرجه الاولى اني معنيه بالامر، وش يخصني انا، لاني عشت هذا الحرمان في ايام شبابي، وعرفت وش معنى زوجين لما ما يكونوش عندهم أطفال، كيفاش يكون عندهم أحلام وأمنيات وطموح. هذي صعب كثير، قلت ما يحسنش مرة غير لحسن عليها. فقلت والله بذلك نكون فيها الخير، مدام هذا المكمل الغذائي هو يقدر يساعد الناس على الإنجاب، نتكل على الله. فكنت سعيدة جدا، لكن قلت الإنسان مهما كان سعيد لازم تكون الرسالة تاعو فيها مصداقية. لازم نسقسي على هذا المكمل الغذائي، لأنه في الأخير حاجة تاع صحة. نعم، قلت هذا المكمل الغذائي لازم نسأل عليه، وشكون نسأل إلا أهل الاختصاص، أطباء اللي هم متخصصين في أمراض النساء، ونسأل الصيادلة، نسأل خاصة الناس معارفي اللي بالك عندهم فكرة، لأنه مهما تكلمت أنا يبقى دائما المتخصص والناس اللي تجربوه تكون عندهم فكرة وعندهم مصداقية أكثر. فوجدت أنه هذا الشركة أو هذا الشركة المنتجة اللي هي بلجيكية معروفة. لماذا عرفت أنها معروفة؟ لأنه سبق وأنه واحدة من عائلتي اللي هي خالتي جربت دواء أو مكمل غذائي خاص بآلام المفاصل
والعضلات. صافي وهو كذلك. ثم بنت بنتي حفيدتي لأنه هي صغيرة تعاني من إمساك والوالدة نتاعها لكل صح عندهم دواء إمساك اللي اسمه مكتوفير خشو ما عندهم هذا التوتين قام تماما. فعرف أنه هذا الشركة اللي تنتج هذه المكملات الغذائية وهذا القام هذه كاملة معروفة من أكثر من سنتين وظاهر مدام في ليفان موسي تي لاني فيرس تاع لاندوزيام اني تاع في طون صح موجود في الجزائر. نعم موجوده في الجزائر. فحسيت نفسي اني سعيده جدا قدمت هذا الوندا وانا كل امل وكل سعاده اني بالك نكون سبب بفضل الله وبفضل هذا المكمل الغذائي راح نفتح ابواب يكون فيها اطفال في المستقبل وتكون فيها عائلات كاملة السعادة ان شاء الله. فسعدت والحمد لله وشفت السعادة نتاعك كيفاش كانت في الحفل الكبير. الحمد لله الحمد لله. سؤال ثاني مدام جو بونس ابري لا ديفوزيون تاع لو سبوت صار نوع من الجدل يعني ما باليش اسكو شفتي ولا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي سي فري كاين الناس اللي يعني اولا عجبهم الحال كي شافوك انتيا وكي شافوا هذا لو برودوي في طوماكس كاين الناس اللي سقساو عليه كاين الناس حبوا يسيوه لكن كاين الناس للاسف وماشي اي ناس يعني الناس نعرفوهم حنا سورتو في دومين اللي كانت تعليقاتهم سلبيه كان نوع من الانتقاد في طوماكس هذا وش هو رايك في هذا البوليميك اللي صارت هذا؟ قبل ما نقول رأيي أنا تعرف أني كنت حاضرة في الحفل وأنه كانوا فيه حاضرين أساتذة أطباء ودلوا شهادتهم أنه هذا المكمل الغذائي يعطوه يوصفوه للناس اللي محتاجينه وهم في أمس الحاجة إلى هذه التكميلة الغذائية. وأيضا كانت فيه بعض الأزواج أكثر من 3 أزواج شهادات حية كانت موجودة كانت النساء حوامل والحمد لله. فمهما قلت انا ما نقدرش نكون في مكانهم هم يعني شهادات حيه وكانوا موجودين وهما اللي خلاو زادوا زرعوا في قلبي انه الشيء اللي قدمته حقيقه موجود وجربوه وكانت النتيجه فيها الايجابي كثيرا وكثيرا. اما بالنسبه لبعض الناس اللي بالك يتكلموا على هذا الفيتوماكس انه نزرع الامل ونبيع الاحلام والله طبعا هذا واش كنت حاب نقول لك كاين اللي راح وللاسف راحوا بعيد وقالوا بلي انا مضم يعني ما رانيش ندافع او نكون ناتر. نعم. كاين ناس قالوا راكم تبيعوا امل مزيفه. نعم. يعني وانا واش جاب لي ربي مضم واحد قبل ما يحكم على اي منتوج ماشي غير هذا ولا لازم يتاكد لازم في الوقت لازم من حقه. شوف الصحة هي كل شيء، صحة هي تاج على رؤوسنا كامل. الإنسان من حقه باش يسأل، من حقه باش كما نقولوا احنا ياخذ المعلومة، ولكن قبل ما نتكلم لازم نروح لأهل الاختصاص، نروح نسأل كما سألت أنا. طبعا الأبواب كلها مفتوحة، نسأل ونجيب المعلومة هل هي صحيحة أم غلط ثم نتكلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.